شوفوا يا جماعة، 14 غرفة على الحوض، واحدة من الغرف اللي أنا ساكن فيها هناك، والحوض مثل ما أنتم شايفين أمامكم، وعندهم 4 غرف on the beach. شوفوا هذه غرفة أو تعتبر فيلا، وهذه الثانية، وهذه الثالثة، وهذه الرابعة على البيتش. شوف يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوفوا شوفوا الغرف اللي على البيتش كيف، على كل لأنهن دائما فل، ما قدرت أدخل داخل أصور الغرف، لكن هذيله الفلل اللي أو خلونا نقول الغرف اللي على البيتش. They are villa or room. We call villa. Village, huh? Like a village. It's not villa. It's not villa. Okay. So always fully booked, right? Mostly on this area. Especially in weekend, it's fully booked. So they have in advance to book, right? Okay. شوفوا يا جماعة المنظر كيف رائع. نظامهم جميل. المهم تابعوني. طيب طلعنا من المبنى هذا، مثل ما انتم شفتوا غرف تعتبر، لكن العوائل الحين تسأل تقول عندهم نظام كونكتينج ولا نظام غرفتين ولا 3 غرف. المهم المبنى هذا الثاني for family. Yeah, you told family. Me. Yeah. We have 2-bedroom unit and 4-bedroom unit. It's suitable for family. Okay, so this one is 2-bedroom, right? Yes. The view is still sea view. Sea view, right? يا سلام. وهناك بو 3 غرف. 3-bedroom, right? 4-bedroom. 4-bedroom. With 5 bathrooms. Okay, so you have two bedroom. 2-bedroom and 4-bedroom. You don't have 3. No 3. So 2 and 4. 4. Okay. So can I see the 4-bedroom? 2. Let's go. يلا براويكم الحين. بالنسبة للغرفتين مثل ما انتم شايفين يا اخواني، شوفوا الغرفتين عندهم بول، برايفت بول، هذا يعتبر للغرفتين، الجناح بغرفتين، وفي عندهم البول اللي ذا مين بول اللي رويتكم اياه قبل شوية امام المطعم يوم دخلنا من المدخل هذاك وصورت لكم اياه، والحين سارين للجناح بأربع غرف. الجناح هذا 4 غرف وصالة جميلة وزاد طاولة طعام. شوفوا طاولة طعام وزاد أحلى صالة. شوفوا الصالة هذه، شوفوا شوفوا الصالة هذه والفيو، شو تبون بعد؟ ها؟ راحة نفسية. هناك الحوض الخاص للفيلا هذه. Okay, so we have very nice view with a private pool. ها؟ شو رأيكم؟ هذا البرايفت بول مال الفيلا. شوفوا الصالة. شوفوا شكل الصالة. ومن هني تقدر تدخل البول، عندك البول اكسس من هني من هناك، وهذا الحوض الخاص بفيلتك. في جلسة فوق بعد، خلونا نراويكم الغرفة الحين من داخل. يلا اوكي، طابقين ترى الفيلا هذه، وهني مثل ما قلت لكم طاولة طعام. و this is the main one of the room, right? هاي غرفة من الغرف اللي موجودة في الفيلا هذه، لكن مش الرئيسية. dressing room وفي حمام بعد، باتاب ويا هذا. طيب يلا خلنا نشوف، خلونا أراويكم الماستر روم.
هذه غرفة، ولكن خلونا ندش، وهذه بعد غرفة، ها؟ ولكن خلونا ندش الماستر روم. هذا الماستر روم، يا سلام، كل شيء، حمام. شاور روم، شطاف، اهم شيء الشطاف موجود. وهذا الماستر روم، شوف الفيو، يا سلام يا سلام يا سلام على الفيو. الله، شو رايكم؟ والحين بنطلع من الغرفة الرئيسية، بندخل الغرفة الثانية. سريرين، وهذا الفيو بعدها. ونفس الشيء في كل غرفة، حمام ودريسنج روم، نفس الشيء، نفس الغرف اللي تحت. الفيلا هذه يا اخواني تصلح حق العوائل، بالذات العوائل العربية. عندك الوالد الله يحفظها، الوالدة الله يحفظها، الحرمة، العيال، هاتهم هنا. والحوض ترى عندكم حوض خاص، وتوني انا اسألها قالت لي حتى نحن نحط بعض الاشجار في هذه المنطقة على اساس نغطي الفيلا. وتعرفون الحريم يوم يبون يسبحن يبون شيء برايفت يكون، بس الحوض ترى هذا يعتبر برايفت. وعندك هذا الفيو الغاوي، انزين شوفوا هذا الفيو الغاوي، والفندق ما عليه كلام. شوفوا يا جماعة، هذه الغرفة مميزة، في ناس تحب تسكن في غرفة صغيرة مثل الديلوكس روم وغيره. هذه الغرفة جدا مناسبة للشخص، لكن الميزة في هذه الغرفة، خلوني اراويكم الجاكوزي. يلا، مجرد دخولك لهذه الغرفة، هذه الغرفة يسمونها ريست هورايزن. شوفوا الغرفة هذه، أحسن شوفوا المنظر، شو رأيكم في المنظر هذا؟ ها؟ شو رأيكم؟ هذه بلكونة، زين، وفيها جاكوزي. شوفوا يا سلام، وهذه الغرفة، تمام، والحمام حسكم الله خلف. يا سلام يا سلام، هذا الحمام. المهم، وقت الريلاكسيشن الحين يا بولي، شو afternoon tea. يا سلام، شوف شوف شوف، يا سلام، شو رايكم؟ سلام على الترتيب. شوف 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 شو الترتيب، وهذا الهوت شوكليت. يا سلام يا سلام، شوفوا يا اخواني، خلصنا من الحوض، الحين بصير شوبينج مول، باخذ لي شوية اغراض وبراويكم الشوبينج مول اللي بصير له. لكن انا وين الحين؟
في الفندق نفسه. وبتعشى وين؟ تعشى هنا.